الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. إذن الإملاء الإمهال، ولا يعني الإمهال إنه مش جاي العقاب، لأن لما ما يجيش العقاب يبقى أهمل، يقول لا فرق بين أهمل وأمهل، فمهل الكافرين فمهلهم رويدا وهي ظالمة. إذن الإملاء يعني تأخير العذاب لمدة لها أجل، هذا الأجل إما أن يكون في القوم السابقين، وإذا مثلا يحسب بهم الأرض في الوقت الفلان يغرقهم في يغرقهم زي خمية في الوقت الفلان. طب وإن كان بعد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالإهمال يكون إيه؟ تحدث لهم أشياء بس سطحية في الدنيا كخزي وهوام وانهزام، إنما العملية الحقيقية تبقى فين؟ تبقى في الآية في الآخرة. ولذلك الحق سبحانه يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: ما تستبطئش إننا ما ننتقم منهم، وإما نرينك الذي نعدهم، يعني يحصل لهم في حياتك أو إيه أو نجوم في القيامة. يبقى إذا يعني يوريك أنت وتشد عينيك، فإما نرينك بعض الذي إيه نعدك أو نتوطينك، تبقى تشوفه فين؟ في يوم الإيه؟ في يوم القيامة. ثم أخذتها، وقلنا إن الأخذ يفهم منه الشدة والعنف والقهر وامتناع المأخوذ عن الآخذ، لكن أخذ عزيز إيه؟ عزيز يعني لا يغلب، ما حدش هيشد نفسه منه أبدا، خلاص؟ وإلي المصير. نهاية. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. نذير، احنا قلنا نذير معناها بشر، يخبر بشر لم يأتي اوانه، وينذر قبل ان يأتي الاوان ليستعد الذي ينذر بانه ينجي نفسه منه، برضه نوع من الرحمة ولا مش من الرحمة؟ بيقول يا اخي رد بالك ان انا بخوفك من عذاب، والعذاب ده أخذ عزيز مقتدر وشديد، وأنا بقول لك دلوقتي عشان إيه؟ تحاول إنك أنت ما تمكنش ذلك العذاب منك، يبقى برضه رحمة ولا مش رحمة؟ يبقى رحمة. ونذير مبين محيط، ما بيخفاش عليا، ما بسيبش إيه؟ ما بسيبش حاجة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى النذارة نفعتهم ولا لا؟ النذارة نفعتهم. آمنوا بالله إلها فاعلا مختارا له صفات الكمال المطلق، وبعدين عملوا على مقتضى ايه؟ أوامره، يبقى لهم مغفرة إن كانت قد ألمت نفوسهم بشيء من الايه؟ من المعاصي. ورزق، ورزق كريم. الكريم هو ايه؟ هو البذال. أكيد الرزق نفسه وصل بالايه؟ مش كريم بازله، ده الرزق نفسه ايه؟ رزق كريم. ليه؟ أم قال لك لان الكريم بزال تمل ايده بايه؟ مبسوطة. وان امرؤ لا تستقر دراهمي على الكف الا عابرات سبيل، بس يتخذ من هنا عشان يودينا، خلاص يبقى ايه كريم. أم قال لك الرزق نفسه ايه؟ كريم. ليه؟ لانه ممدود، وما دام ممدود يبقى ده بيدفع. ده لما تاخد كوب ميه من ماء جارش تقول ايه؟ الماء كان يقول لك تاخدها كده، ده مش انت ايه غيره، يبقى كريم ولا مش كريم؟ والذين سعوا في اياتنا معاجزين. السعي هو عمل يذهب الى غايه، فإن كان قطع مسافة يبقى ينسلنا على الأقدام من كذا إلى
لكذا. انقطع قضية علمية في الفكر ولا بتاع ولا في الكلام، يبقى السير معناها ايه؟ الحدث يعمل من شيء بداية الى شيء ايه؟ غاية. اسمه ايه؟ السعي. بس السعي مش محمود على اطلاقه ولا مذموم على اطلاقه. فان كان سعي لشر يبقى مذموم، وان كان سعي لخير يبقى ممدوح. ولذلك اقول اولئك كان سعيهم ايه؟ مشكور. سعي مشكور. مشكور من مين؟ يا ترى من ربنا غفور شكور؟ مشكور من الله ربنا بيشكره، ولا شكور من المجتمع كمان؟ كأن السعي لخير مين؟ المجتمع كله. طب والتانية بقى؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم الآخر، وبعد ذلك يقول ايه يعمل ايه؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في القلب وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. يبقى ده السعي الايه؟ المذموم. لكن كلمة السعاية عادة تأخذ جانب الشر. يقول لك فلان سعى في أمر فلان، يعني عمله شارع ضده. عمل ايه؟ شارع ضده. ولذلك اللي يسعى بين الناس بالايه؟ بالنميمة. يبقى كلمة السعي اخذت هذا الايه؟ هذا اللون. فلان سعاء بين الخلق، يعني ايه؟ ينقل الشر من الناس للناس اللي يملكوا لهم ايه؟ اللي يملكوا لهم اذى. يا ترى شر واقع ولا هي؟ ام قال لك اني اعلم الخير اخفوه وإن علموا شرا أزاعوا وإن لم يعلموا كذبوا. هذا من السعائين كلهم. ولذلك كثير من الأشياء يترتب حكم عليها من السعاية. يقول هذا آفة الآخذ، اللي يسمع كلام من واحد على واحد لازم يحسمها عشان ما يجرأش الناس انها ايه؟ تسعب بعض. ولذلك وشى واشم بهمام بن عبد الله السنوري الى زياد بن ابي، وزياد ده كان جبار زياد، فقال له انه هجاك. قال لزياد انه ايه؟ هجاك. قال ماذا قال زياد؟ قال اجمع بينك وبينه؟ الراجل يقدر يقول لا؟ ده ان امتنع تبقى وقعت عليه الحكايه من دلوقتي. ام اشار ايوه لك على ما هو يمكن يديه ضربه الدم تاكله وخلاص. انما لما يمكن يقول انا لا ما تجيبوش، تبقى حكى على طول فاجمع بينك وبينه. ام قال له نعم. طب ليه؟ ما هو ما ده ساعي. أم قال لك يدي فرصة لنفسي إيه؟ لعله يروح، لعله مش عارف إيه، لعله إيه الغرض؟ يمكن يجرى لنا حاجة وتخلص المسألة مثلا. قال أجمع بينك وبينه؟ قال نعم. فأرسل زياد إلى ابن همام فأتي به. افهم من كلمة أتي به دي بقى. وادخل الرجل خباء في ورا المجلس كده، يعني لو يكون برفان وقال له الدار. فلما دخل ابن همام قال له زياد يا ابن همام بلغني انك هجوتني. قال كلا اصلحك الله، ما فعلت ولا انت لذلك بأهل. فشد قال ان هذا الرجل ايه؟ اخبرني اهو قدامه. فابن همام نظر اليه فوجده صديق بيقعد وياه، فنظر اليه وقال له انت امرؤ اما ائتمنتك خاليا فخنت، يعني قلت كلام بيني ونفذت عن نفسي وقلت حاجه تبقى خنت مجلسي، واما قلت قولا بلا علم فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. نعم انت على الاثنين مذموم. يا أنا فكيت نفسي
وقلت كلمتين وانت ما احبطتش امانة المجلس وروح قلتهم، يعني انا خلقت الكلام ده، فالاثنين وحشين فيك. فاقصى زياد بن ابي الواشي ولم يتقبل منه، وخلع على ابن همام خلع. لما علمها الواشي قال يا ريتني الله. طب وليه ما عجبش الواشي؟ قال لك برضو ابنهم واخذ على انه ينقلهم، وابنهم واخذ على انه ايه ينقلهم. والذين سعوا في اياتنا، سعوا في اياتنا، احنا قلنا الايات كتيرة، الايات اما ان تكون ايات كونية، الشمس والارض ومش عارف ومن اياته ومن اياته ومن اياته، واما ايات المعجزة للانبياء، واما ايات احكام. فسعوا في الايات يعني ايه؟ قالوا فيها قولا باطلا غير حق. ومن سعوا بقى سعوا في ايه؟ لما تيجي من الشمس والقمر يقول لك ده الطبيعة الطبيعة اللي ايه؟ اللي عاملها. تيجي المعجزة مثلا يقول لك ايه ده قول ده سحر. تيجي في الايات اساطير الاولين، يبقى دي اسمهم سعوا في الايه؟ سعوا في الايات، يعني بدهم يفسدوا على من امن ايمانه بها لانهم بيقولوا فيها كلام باطل. ادي اسمهم سعوا في ايه؟ في اياتنا. معاجزين، معاجز اسم فاعل من ايه؟ من عاجزة، زي قاتل منه ايه؟ مقاتل. يبقى معاجز من ايه؟ من عاجزة. عاجزة غير عجزة، عجز عن الشيء لم يقدر على ادائه، انما عاجز فلان فلانا باراه في ايهما يعجز قبل الاخر. في ايهما يعجز قبل الايه؟ عاجزه، زي باراه. باراه يعني ايه؟ كل واحد منا بده يثبت انه احسن، مباراة الايه؟ الكورة. طيب سابقه يعني ايه؟ سابقه، كل واحد يجري عشان يشوف مين اللي هيسبق قبل الثاني. نافسه يعني ايه؟ المنافسه اللي احنا بنقول كل واحد يعمل عمل كويس وبعدين الثاني ايه؟ ينافسه. اذا فيد فاعله تاتي منها المشاركه والمقابله. ولذلك كلمه نافسه اخذت معنى عندنا الان، انك انت تسابق واحد في الخير عشان تتغلب عليه. الاصل فيها ايه؟ نافسه من النفس. النفس بتاعنا جاي من ايه؟ بنص باخد شهيق اكسجين واطلع ايه؟ دخين. والاكسجين الدم وحركه الحياه تمشي. ولذلك ايه؟ امتنعت الحكايه دي، الواحد يموت على طول. احنا قلنا الواحد يصبر على الميه ويصبر على الاكل، انما ما يصبرش على مين؟ على الهواء. طيب تبقى نافس فلان فلان يعني ايه؟ الاصل فيه نعرفه من سيدنا عمر والعباس عم النبي. لما سيدنا عمر قال للعباس اتنافسني في الماء؟ ايه يعني تنافسني في الماء؟ يعني نغطس ونشوف مين اللي نفسه هيطول تحت الماء. هذا الاصل في المنافسه. بقى المنافسه اصلها ايه؟ ان كل الاثنين يشوفوا مين اللي اطول نفس. ومعنى اطول نفس يعني ايه؟ يعني لما نغطس في الماء، طب ما نمسك اطول نفس نكتم نفسنا ونشوف مين اللي هينزل الاول. قال لك لا، ده انت لما تكتم نفسك كده وتسد بقك اكنك مش عايز تتنفس برضه تقدر تختلسها من مناخيرك. ما تنفعش، ما تجيش المنافسه. لازم امن انت ننزل في حته ما فيهاش هواء، يبقى الهواء اللي عندنا هواء ذاتي اللي موجود عندنا، ونشوف بقى مين رئته واسعه وصدره واسع كده واخد كميه هواء بحيث انه يقدر يقعد مده طويله في الميه. مده طويله ايه؟ في الميه. اي عاجزه اهي. سعوا في اياتنا معجزين، فاهمين انهم يعجزونا. احنا جايبين كلام معجز، هم يجيبوا كلام فاضي عشان يعجزونا احنا. والذين سعوا في اياتنا ايه؟ معجزين. عايزين يثبتوا عجزنا، احنا عجزناهم وهم ايه؟ عايزين يثبتوا ايه؟ يثبتوا عجزنا. فقعدوا يرفعوا في الايات ويقولوا الايات ايه دي، ويقعدوا يطعنوا فيها. والذين سعوا في اياتنا معجزين اولئك، من هم اولئك؟ اصحاب الجحيم، يعني خداع من اصره. لان من الذي يعاجز الله؟ حد يعاجز الله؟ وما ارسلنا من قبلك
من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الآية دي أخذت بقى جدل بين العلماء وشغلانة والإسرائيليات دخلت فيها والحشو وإبداع شغلانة طويلة. كلمة تمنى وقفوا عندها. قال لك تمنى دي ترد في اللغة بمعنى قرأة. وتمنى يعني أحب أن يكون. أنا تمنيت الشيء الفلاني يعني أحببته. يبقى إذا تمنى تطلق على إيه؟ إطلاق إيه؟ تمنى بمعنى أحب أن يكون الشيء وتمنى بمعنى إيه؟ قرأة. حسان بن ثابت لما قتل سيدنا عثمان إيه؟ قال إيه؟ تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها كانت في ذا أمل الغزر. يعني مات فيه هو بيقرأ القرآن. يبقى تمنى يعني قرأ الأول وبعدين خدوه موتوه. مش سيدنا عثمان اتقتل وهو بيقرأ القرآن؟ يبقى تمنى بمعنى قرأة. طيب عقل. لما أن تمنى بمعنى قرأة انقسموا العلماء أو العلماء الحقيقيين والعلماء السطحيين. قال لك ده تمنى بما إذا قرأ رسول الله القرآن الشيطان يدخل في القراءة أشياء ليست من القرآن. يدخل في القرآن أشياء ليست إيه؟ لا ده محادثة. قال إيه واللات أفرأيتم اللات إيه؟ والعزى ومناة الثالثة الأخرى والغرانيق الأولى وإن شفاعتهن الإيه؟ لترتجع. قال الشيطان راح حط إيه؟ الكلام ده والنبي بإيه؟ بيقرا. ثم ايه الله ينسى ما القى الشيطان ويحكم ايه ايات راح ينبه اهل العلماء كده. قال لك وبعدين ينبه ليه ده كلام مش كلام فاضي ومنسوخ. قال لك انما ده يشكك في الله في قضيه القران. ده بيقول ايه نزل به الروح الامين وعلى قلبك ولو تقول علينا بعض الاقاويل. الله ما قال لك امال تفسرها ازاي؟ ان تمنى بمعنى قرأ. هنقف عندي تمنى بمعنى ايه؟ قرأ. يبقى هو بيقرأ القرآن جه الشيطان دخل شوية ايه؟ كلام كفريات في الأصنام والغرانيق الأولى ومش عارف ايه؟ وإن شفاعتها ما قال ايه؟ لترتجع. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى مش كده؟ ايه كمل؟ ألكم الذكر ولو الأنثى تلك إذا قسمة الضيف. بقى الكلام ده ينسجم مع اللي دخله الشيطان؟ ما ينسجمش. يبقى مش تمنى زي ما انتم فاهمين قرأ رسول الله القرآن فأدخل الشيطان في القرآن ما ليس فيه. طب امال على هذا يبقى ايه؟ طيب قرأ رسول الله الايه؟ القرآن. لما يجي يقرأ القرآن، القرآن ده نزل عشان ايه؟ عشان الأحكام اللي فيه. هل ومعجزة يعني معجزة وايه؟ وأحكام. هل الشيطان يسيب الحكايه دي كده توصل الى اذان الناس جميعا كده بدون ما يبلبل فيه ايه؟ الا اذا تمنى اي قرا القى الشيطان في امنيته وصلت مسؤول المسيح. ده اساطير الاولين اكتتبها افتراه على الله كذب. يبقى تمنى برضه بمعنى قرا. لكن مش زي اللي انتوا فاهمين. ألقى الشيطان في أمنيته العراقيل والعقبات اللي تفسد إيه؟ القرآن في نظر من يريد أن يكفر ويقول عليه ده إيه؟ ده سحر. ده افتراء من عنده. الله ده كلام مجنون. أساطير الأولين اكتتبها. يبقى إذا ألقى الشيطان في قراءة القرآن المتلو من محمد عقبات عشان تشوه إيه؟ تشوه القرآن وتخلي الناس ينصرفوا إيه؟ فيبقى ألقى الشيطان في قراءته عقبات بأنهم يدعوا أن القرآن كذا والقرآن كذا والقرآن كذا وتبقى تمنى بمعنى إيه؟ بمعنى قراءة. طب وتاني أم قال لك تاني يستبد لفظ بمعنى ما دام صالحا للمعنى الآخر. أدي معنى على أن تمنى بمعنى قراءة. يبقى إلقاء العقبات والعراقيل إيه؟ إنه سحر وإنه أساطير الأولين وإنه وإنه وإنه. طيب هل الكلام بتاعه ده صرف الناس عنه؟ ولا ينسى والله ما يلقي الشيطان عند من خالف قلبه الايمان. ولا سمعوه ولا الكلام ده سمعوه.
يسمع القرآن وينبسطوا بيه ومش عارف وإيه وإيه وقعدوا يجوا إيه ينهاروا وكل يوم يجي وعد يوم وعد يوم وعد يوم. يبقى هل اللي عمله الشيطان وقف عقبة في سبيل الإيمان بالقرآن؟ ما وقف. فينسخ الله ما يلقي إيه ويحكم الله إيه؟ يحكمها يعني إيه؟ يعني يخليك تفهم إنها مين هو. يحكمها يعني إيه؟ يخليك تفهم إنها إيه؟ لأنه كلام أعلى من مستوى كلامهم وكلام لو اجتمع الإنس والجن ما يقدرش يجيبوا منه. تبقى نسخ الله ما ألقى الشيطان من الأباطيل التي قالها بالنسبة للقرآن وجعلها عقبة عشان تصرف الناس عن القرآن وأحكم الله إيه؟ وأحكم الله آياته. ده إذا كان تمنى بمعنى إيه؟ بمعنى قرأ. طب وإذا كانت تمنى من الأمنية وهي الشيء المحبوب، الشيء المحبوب، الرسول الذي أرسله الله ليحمل منهج الحق إلى الخلق، ساعة ما يحمل المنهج كده وهو أجر على نفسه يقدر يطبقه، يبقى الأمنية بتاعته إيه؟ إن الناس كلها تآمن بهذا. يبقى أمنية الرسول أن يصدق وأن يؤمن الناس بما جاء، وإن الخير اللي جاي في القرآن ده يبقى كل الناس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما أحب لنفسه، يبقى أمنيته هذا. لكن هل يترك الشيطان لرسول الله أمنيته وتتحقق بسهولة كده؟ والذين يلقي العقبات بقى يلقي العقبات ويحرك شهوات الإيه؟ شهوات النفوس ويعمل التمرد والسيادة حضية والمش عارف ايه، وبعد ما كنتوا هتبقوا يبقى اذا الشيطان هيشتغل شغلته في مين؟ في امنية الرسول. وقال وهل يظل الامر كذلك؟ قال لك لا، بدليل ان كل يوم عدد الايمان بالقرآن يزداد، عدد الايمان بالقرآن ايه؟ يزداد. يبقى دليل على ان ما القى الشيطان في طريق القرآن من الاباطيل عشان يصرف الناس ما صرفتهمش، ويجي بس المهم انهم يتنبهوا ويستقبلون القرآن استقبالا خالي من هوى. لان اللي بيرسل الاحكام ايه؟ انك انت تستقبل شيئا وفي جوفك شيء اخر. انما انت عايز تستقبل حاجة وتقول دي كويسة ولا وحشة، اخرج الاخر من قلبك وخلي الاثنين بره، ثم ابحث بعقلك في ايهما يدخل القلب. انما تخلي حاجه في قلبك وتبحث في الثاني، ده ممنوع ان يوجد حيز واحد ياخد شيئين. يبقى لازم واحد يطلع عشان الثاني يدخل. يبقى اذا انت عايز تحكم على حاجه اعمل ايه؟ اخرج الشيء الاولاني. عايزين ايمان وكفر، لا ما تصلش وانت تناقش قضيه الايمان تصل في قلبك على الكفر، ما يدخلش. لان ربنا يقول لك كفر هنطبع على قلبك، اللي جوه ما يخرجش واللي بره ما يدخلش. يبقى عايز بقى تحكم، احكم ايه؟ انت تطلع الاثنين من قلبك، وبعد ذلك ابحث في المساله كده بعقلك واقعد. قل انما اعظكم بواحده ان تقولوا لله مثنى ايه؟ وقرارا، ثم تتفكروا كده ما بصاحبكم من جنه. لو عملتوا كده كانت المسائل ايه؟ تنتهي. انما انت تناقش قضيه وفي قلبك، ولذلك منهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ وقال ايه يعني؟ ايه اللي جابه جديد ولا قال ايه المعجب في الكلام اللي قاله؟ قل هذا الرد هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. واحنا قلنا لازم تفرق، قديما قلنا ان في فرق بين الفاعل والقابل، مش كل حاجه الفاعل يعملها لا، نشوف المستقبل عنده استعداد انه ياخد القضيه دي ولا ما استقبلوش. لانه قد يكون الشيء واحدا الفاعل واحد انما المستقبل مختلف. طيب نقول ايه بقى ثاني؟ احنا كنا ضربنا مثلا زمان يمكن انتوا فاكرينه ان الانسان لما يجي يشرب كوبايه شاي وبعدين ياخدها يلاقيها لسه ايه؟ سخنه، يقول يعمل ايه؟ ينفخ في الساخن. ليه بينفخ فيه؟ عشان يبرد. طيب يبقى نفسك هيبرد الشاي. طب وانت لما كنت الصبح والدنيا شتاء قوي وساقعه تعمل ايه؟ تنفخ في ايدك عشان ايه؟ عشان تدفي. بقى مره تنفخ عشان تبرد ومره تنفخ عشان تدفي. قال لك النفخ واحد بس القابل للنفخ هو اللي مختلف.
عايز كده تبقى تعمل ايه بقى؟ اخلي قلبك من القضيتين وابحث القضيتين بعقلك، وايهما اسمع للقلب ادخله يدخل. نعم. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، فاحنا قلنا ان اذا تمنى قرأ القرآن ولا قرأ مش عارف ايه يلقي الشيطان فيه. ده الكلام لكل نبي حصلت. وهل الانبياء كان بينزل لهم كتب؟ ده الانبياء نزلين على الكتاب الرسول اللي قبله ايه وبس بينفذ، ويحب الناس تنفذ زي. يبقى اذا من رسول ولا نبي ما تمنع الايه انه يقرأ ويدخل اللي مالوش فيه. وما ارسلنا من قبلك من رسول، ساعة ما تسمع من قبلك عشان العموم زي ما عندي من إيه؟ من مال. من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، ناخذ على المعنى الثاني اي احب وود ورغب في ايه يتمنى ايه النبي ان دينه ايه ينتصر وينتشر والكل يؤمن به، لكن ايتركه الشيطان على هذا الامنيه ولا يحاربه بإلقاء الشهوات في نفوس الناس عشان يصرفوا معنا؟ وهل يظل الأمر والطلقان للشيطان؟ قال لك لا، يحكم الله بعد ذلك آياته ويكسر المؤمنين ويتتابعهم وينسخ الله ما يلقي الايه الشيطان من العقبة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في أمنيته يعني فت في عضد الأمنية وأقام العقبات والعراقيل علشان الأمنية ما تتحققش. الأمنية ما تتحققش هتتحقق بإيه؟ بالمعجزة. إيه بيتكلم في المعجزة؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، بقت محكمة ما حدش يقدر يغلبها، والله عليم إيه؟ والله عليم حكيم. ليه؟ طب ومسألة الشيطان بقى وليه ما كانت الدوخة دي لما كان من الأول كده ما يلقيش الأمنية حاجة؟ قال لك لا، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. الله الله، شوف مين اللي حيبقى إيمانه خفيف كده وإيه يتبعه أول ناعق. وإلى لقاء الله.